تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. وزارة الصحة ترفض عددا من مستشفيات الجمهورية بتجهيزات طبية، وتعين الدكتور عبد الله بن غوث مستشارا لوزير الصحة العامة والسكان للوبائيات. محافظ حضرموت يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية ويطلعهم على أوضاع المحافظة بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا. الصحة العالمية تدعم القطاع الصحي بشبوة بثمان سيارات إسعاف، ومحافظ شبوة يوقع على اتفاقية إنشاء محطة غازية بقوة 60 ميجاوات. أهلا وسهلا بكم أيها السادة الكرام، ومن عناوين نشرتنا إلى تفاصيلها. صدر قرارا وزاريا لسنة 2020 قضى بتعيين الدكتور عبد الله سالم بن غوث مستشار لوزير الصحة العامة والسكان للوبائيات. والدكتور بن غوث هو أستاذ طب المجتمع ويشغل حاليا رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لجامعة حضرموت لمواجهة جائحة كورونا، ونائب عميد كلية الطب للجودة والتطوير وخدمة المجتمع، ورئيس قسم طب المجتمع. رفضت وزارة الصحة العامة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الجمهورية بأجهزة ومعدات طبية مختلفة مقدمة من منظمة الصحة العالمية. وأفاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر بعون في تصريح له بأنه تم إرسال جهاز أشعة قوة 400 ملي إمبير وجهاز سي بي سي وستة أسرة إلى المركز الصحي بمنفذ الوديعة. وأشار الوزير بعوم إلى أنه تم إرسال 8 أجهزة أشعة مماثلة إلى مستشفيات حبان وعزان وعسيلان في محافظة شبوة، وحريف في محافظة مارب، والوهط في محافظة لحج وشقرة، ولودر في محافظة أبين، وشبام في وادي حضرموت. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للمحافظة حاليا برئاسة الدكتور جيرمايا. وأثنى رئيس الوفد بالتناغم بين السلطة المحلية والقطاع الصحي في المحافظة، شاكرا دعم واهتمام السلطة المحلية بهذا القطاع الحيوي المهم. ودعا المحافظ منظمة الصحة العالمية لدعم قطاع الصحة في حضرموت خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الصعب، وذلك لأهمية المحافظة التي يقطنها كثير من أبناء الوطن نتيجة الاستقرار الذي تنعم به حتى قدت قبلة لكل اليمنيين للإقامة والعلاج. من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري خطة ومهام فريقه الفني الذي يدير أزمة الوباء. دعمت منظمة الصحة العالمية مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة بثمان سيارات إسعاف. وثمن محافظ المحافظة محمد بن عداو خلال عملية الاستلام جهود منظمة الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز القدرات الوقائية للمرافق الصحية لمواجهة فيروس كورونا. وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عدو على اتفاقية مشروع إنشاء المحطة الغازية بالمحافظة بتكلفة 91 مليون و384 ألف و615 دولار. وتضمنت الاتفاقية على مجموعة من الشروط الفنية والهندسية للمشروع وأفضل الخيارات لتشغيله، ونصت على إنشاء المحطة المركزية للتوليد في منطقة السوداء والتي تقع على مسافة قريبة من مدينة عتق وفي الاتجاه الغربي منها. عقدت لجنة الطوارئ العليا لمواجهة وباء كورونا بوادي وصحراء حضرموت اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري لمناقشة توجيهات نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بخصوص التهيئة لعودة العالقين اليمنيين من خارج الوطن. وأكد الكثيري أن السلطة المحلية تقدر الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين العالقين، إلا أنه من المهم دراسة هذه الخطوة بصورة أكبر مع ضمان إجراء حجر صحي للعالقين في البلدان المتواجدين فيها حاليا،
وأجراء فحوصات طبية تؤكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا وأن البلدان المتواجدين فيها حاليا تشهد انتشارا متزايدا لوباء كورونا، مضيفا أن الإمكانيات الصحية المتوفرة غير كافية لمواجهة أي انتشار للوباء، خصوصا في ظل نقص الأجهزة الطبية وأجهزة فحص حالات الاشتباه ووسائل الحماية للكادر الصحي. وشدد الكثير على أهمية أن تقوم الحكومة بتقديم مساعدات مالية للمواطنين العالقين. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 320 سلة غذائية للنازحين من عمران إلى مخيم السويداء بمحافظة مارب، استفاد منها 320 أسرة. كما وزع المركز 217 حقيبة إيوائية في مخيم الميل في محافظة مارب، استفاد منها 1302 نازحا ومتضررا من السيول، وذلك بالتعاون مع تلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين من السيول في محافظة مارب. دشن مدير عام مديرية العبر سالم الصيعري مشروع الاستجابة في مجال المياه والإصحاح البيئي للنازحين في المديرية بتمويل من منظمة اليونسف للطفولة وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة. وفي التدشين أشار مدير عام مديرية العبر إلى أن المديرية لا زالت تستقبل مئات الأسر النازحة والمتضررة من الحرب، داعيا المنظمات والجهات المانحة إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف الأعباء عن النازحين. ومن جهته أشار مشرف المشروع عبد الله بعباد إلى أن المشروع يهدف إلى توزيع 2000 حقيبة صحية للأسر النازحة و75 خزان مياه على تجمعات النازحين، سيتم تعبئتها بالتنسيق مع مياه الريف في المديرية. استلمت مستشفى المكلا للأمومة والطفولة مولدا كهربائيا مقدما كمنحة من منظمة الطفولة منظمة اليونسف. وأكدت مدير المستشفى الدكتورة أبها بعوضان أن هذا المولد سيسد الكثير من احتياجات المستشفى من الطاقة. اطلع فريق جمعية CSSW على مشروع الصحة الإنجابية الذي تنفذه الجمعية في مستشفى قشن الريفي بمحافظة المهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة. وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمديرية قشن سالم عفرار ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد شلال بجهود ودعم الجمعية من خلال مشروع الصحة الإنجابية، داعين الجمعية إلى إيلاء المستشفى المزيد من الاهتمام ودعمها وفقا للإمكانيات المتاحة بالأجهزة الضرورية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. وللحديث عن هذا الوباء عافانا الله وإياكم، ذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 1329، كما سجلت 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 15 مصابا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 726. وأعلنت لبنان عن إصابة 4 حالات جديدة، وكشف وزير الصحة الكويتي عن شفاء 22 من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 280 حالة وتسجيل 93 إصابة جديدة ووفاة واحدة. وأعلنت السودان عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، فيما سجلت المغرب 106 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية كذلك عن تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 646. وفي إيران ارتفعت الوفيات بفيروس كورونا إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة، هذا إلى جانب الإعلان عن تسجيل 1374 إصابة جديدة. مشاهدين الأعزاء، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية من قناة حضرموت. وقبل ختامها نعود ونذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
وزارة الصحة ترفد عددا من مستشفيات الجمهورية بتجهيزات طبية، وتعين الدكتور عبد الله بن غوث مستشارا لوزير الصحة العامة والسكان للوبائيات. محافظ حضرموت يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية ويطلعهم على أوضاع المحافظة بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا. الصحة العالمية تدعم القطاع الصحي بشبوة بثماني سيارات إسعاف، ومحافظ شبوة يوقع على اتفاقية إنشاء محطة غازية بقوة 60 ميجاوات. وفي ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها على حضراتكم من استديوهاتنا من المكلا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت، وبإمكانكم مشاهدة البث الحي للقناة على موقعنا في اليوتيوب. وعافانا الله وإياكم من شر هذا الوباء وجعل له تصريف. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.